صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم خلال البرنامج بنتطرق المواضيع صحية وطبية تهمكم وتفيدكم، ويسرنا استقبال مداخلاتكم واستفساراتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد، فريق العمل في هيئة الصحة في دبي، في التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج نمر محمد. ويشاركني اليوم في تقديم الحلقة أسماء آمنة آل علي. دكتورة مشتاقة حق أسماء لأنه ما تطلع ويانا. شكلي خير دكتورة، صباح الجميل. أول فقرة ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. طبعا مستمعينا ذكركم برقم التواصل 600551414 وعلى رسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. طبعا آمنة، يعني يمكن كلنا مرينا بهالموقف أن أذكر اسم شخص مع شخص ثاني، يعني في بالي الشخص، يمكن أكون أفكر في شخص أنه الحين بيقدم فقرة أو أنه يمكن أشوفه الحين أو شيء، فأذكر اسمه بدال الشخص الثاني. فسبحان الله، يعني مرات حتى الشيء اللي نفكر فيه يطلع بصوت عالي. بصوت عالي يعني. بالضبط أعزائي المستمعين، الدكتورة اليوم تسألني تقول لي اسم الجناحي ما تطلع ويانا، قلت لها يمكن تطلع على نهاية البرنامج لأن اليوم عندنا سؤال مهم حاب، يعني أحد المستمعين سأله في حلقة أمس دكتورة، وعدنا أن نجاوب على هذا السؤال في بداية الحلقة، فبنستبدل فقرة أسماء بالإجابة عن هذا السؤال. وصدقك سبحان الله، يمكن الشخص اللي دايما في بالك لا إراديا تذكرين اسمه. فنبدأ الفقرات دكتورة مع خبر اليوم اللي بتقرين أنت، لأن أنا الصراحة اليوم داشة بطاقة إيجابية. حتى هذا الخبر يعني عكس، فبخبركم الخبر الحين أسمع آمنة، تخليني أنا أقرأ هذا الخبر، والخبر جدا مهم وجميل الواحد يتعرف على هذه المعلومات. يقول الخبر: علامات تكشف اكتئاب الرجل. أشارت الجمعية الألمانية للطب والعلاج النفسي وطب الأعصاب إلى وجود عدة أسباب تشير إلى اكتئاب الرجل، ومنها التقدم في العمر والإحساس بدنو الأجل، الوحدة، فقدان عزيز مثل شريك الحياة أو أحد الأبناء، وفقدان مصدر الدخل المادي. ونوهت الجمعية إلى أن أعراض الظاهرة التي تشير إلى اكتئاب الرجل ومنها الاستقراق في العمل أو الإفراط في ممارسة الرياضة أو السلوك المتهور والتصرف العدوانية أو المحفوفة بالمخاطر. وبهذا الشيء يعني يعكس لنا أن ما بشرط الواحد يحس من داخل أن دائما يعني بيحس بالاكتئاب أو بيحس بالضيج أو بالحزن، بس بيحاول يعني مثل اللي يتهرب من هالأشياء بأن يضغط على نفسه في اليوم، يعني يكون منقمص طول اليوم في العمل، ما بلأنه حابب العمل قد ما بيكون عشان ما يحس بهذا الشعور اللي هو شعور أنه مكتئب أو شعور أنه حزين. وأوضحت الأعراض العامة الأخرى التي تشير إلى اكتئاب الرجل والتي تنقسم إلى جسدية تتمثل في الصداع المستمر، آلام العضلات، آلام الظهر، الدوار المستمر، واضطرابات النوم. والأعراض النفسية مثل الحزن، الكآبة، القلق، وفقدان الدوافع، وتراجع الثقة في النفس، والانهزامية، واليأس. وأوصت الجمعية الأشخاص المحيطين بالشخص المكتئب بتشجيعه على استشارة الطبيب النفسي في أقرب وقت ممكن للعلاج النفسي قبل فوات الأوان وتفاقم الحالة أو الإقدام على إيذاء نفسه. وأشارت إلى أن أولى خطوات العلاج هي تحديد سبب الاكتئاب، وقالت أنه إلى جانب العلاج الدوائي يلعب العلاج السلوكي المعرفي دورا مهما في مواجهة الاكتئاب، إذ يساعد المريض في التقلب على الموقف الذي أدى إلى الاكتئاب للعودة إلى الحياة بشكل طبيعي. نعم دكتورة، نقدر نقول نحن دائما نركز على المرأة. صحيح. والاكتئاب عند ما بعد الولادة واكتئاب المرأة، عمرنا ما يعني ما يعني مو
يعني دائما الثقافة تقول إن أكثر شيء الحريم اللي يكتئبون لأن أمهات لأن هذا، بس إحنا نقول للمستمعين إن في شهر نوفمبر نحن بنركز على صحة الرجل أيضا. صحيح. فنوعدكم بفقرات يعني بتكون متنوعة عن صحة الرجل، تحرونا بس نتكلم عن الحريم. والله يعلم نمر شاسي يقول لك في السماعة دكتورة، لأن نمر مو براضي على هالخبر تماما من بداية الحلقة يعلق على الخبر. لأن يمكن قلتي دائما نذكر أن الاكتئاب عند النساء لأن أسباب كثيرة تكون يعني تخليهم يوصلون لهذه النتيجة أو هذا الشيء، بس نحن نحطها كنسبة وتناسب، يعني معدل الاكتئاب عند النساء طبعا أكثر من عند الرجال. ثاني شيء، يمكن في نقطة معينة انذكرت أن الأعراض الواحد يمكن ما ينتبه للعرض هذا، يمكن يقول عند ضيج عند قلق عند هاي الأعراض بس يحاول يقطع عليها أو يتهرب منها أو يضغط على نفسه أكثر باتباع أشياء يعني أو اتباع ممارسات ثانية مرات تكون ممارسات صحية، يعني مثل واحد يكون معظم وقته على الرياضة أساس ما بلأنه هو حابب الرياضة قد ما بأنه إذا قعد والوحدة أو قعد هو هادي بدون أي انشغال يمكن يرد له إحساس الاكتئاب أو إحساس الحزن، فيحاول يقطع هذا الاكتئاب أو هذا الحزن بأشياء ثانية يسويها خلال هالفترة، مثل ما نقول أنه كأن يتهرب من هذا الشعور بأشياء ثانية. بس الجميل الواحد يعرف شو سبب هذا الشيء عشان يقدر يعالجه من البداية، وممكن العلاج يكون بالعلاج. معظم الناس يمكن تتخوف من العلاجات الدوائية خاصة في هذه الأشياء أو استشارة الطبيب النفسي. في حالات كثيرة تعتمد على العلاج السلوكي، والعلاج السلوكي تكون بتدريبات معينة وأشياء معينة الواحد يأخذها بحيث يصفي مخه وكذلك يقدر يعافي الألم اللي صابه وسبب له هذا الاكتئاب. نعم بالضبط دكتورة، والله يبعد عن الجميع إن شاء الله هذه الأمراض، وإن شاء الله ما حد يتعرض لمثل هذه الأمراض النفسية إن شاء الله. نمر ذكر واحد من الأسباب لإصابة الرجال بالاكتئاب. نعم فدكتورة اليوم ما شاء الله علينا نمر فرفوش من الصبح مو بعي بنا الخبر فياسي ضحكت الحين، فنحن الحين بننتقل أعزائي المستمعين أن أمس دكتورة وردنا سؤال عبر الرسائل النصية القصيرة من أحد المستمعين، كان يسأل يقول هل الشخص اللي يعاني من الشريان التاجي يمكنه ممارسة الرياضة؟ فإحنا قلنا دام أن هذا الشيء خص أطباء القلب، فقلنا اليوم بنجيب معانا الدكتورة إيمان إبراهيم أخصائي أمراض القلب في مستشفى دبي، بتكلمنا أكثر عن هذا السؤال وعن استفسار المتابع الكريم. ممتاز، لأن هالسؤال ضروري، ومعظم الأشخاص اللي عندهم أمراض في القلب أو الأمراض الشريان التاجي عندهم هذا التساؤل وهذا التخوف. نعم دكتورة إيمان صباح الخير. صباح النور، أهلا فيك دكتورة وشاكرين لك استجابتك السريعة، يعني دكتورة اتصلت فيها اليوم الصبح على طول حليلها قالت لي بطلع معاك وبجاوب على المستمع، فأنا شاكرة لك هاي الاستجابة السريعة. نشكرك دكتورة إيمان. تفضل. لا أبدا واجبنا. دكتورة أحد المستمعين كان يسأل يقول أنا عندي مرض يعني عندي الشريان التاجي، فهل أقدر أني أنا أمارس الرياضة؟ طبعا هو سؤال يعني سؤال مهم جدا، وبس لازم يعني كان لازم يقول لك مثلا هو عنده كم نسبة التضيق في الشرايين، لأنه لو مثلا تضيق في الشرايين 20 أو 30 أو 40 حتى في المية، طبعا بالعكس الرياضة كويسة، وإحنا أصلا ننصح المرضى إنهم يعملوا رياضة عشان التروية للقلب تتحسن أكتر بالرياضة. فالمفروض هو قبل ما يفكر يعمل رياضة لو هو عارف أنه عنده تضيق بالشرايين التاجية لازم يشوف دكتور القلب ويعرف بالضبط نسبة التضيق، لأنه لو التضيق شديد يعني مثلا فوق 70% المفروض يكون في تدخل، سواء تدخل بالقسطرة أو تدخل جراحي لو عنده أكتر من تضيق كويس. ولازم يكون واخد العلاج المناسب، وإحنا في هاي الحالات ساعات أصلا بنعملهم فحص جهد عنا علشان نشوف قدرته على أنه يمارس الرياضة كان بيتحمل، بنشوف كمان تغير التخطيط القلب مع الرياضة. أوكي نعم معك دكتورة. وفي عنا عيادة اللي هي المرضى اللي بيحصلهم جلطات في القلب أو تضيق في الشرايين، في عنا عيادة اللي هي زي علاج طبيعي بس هي يعني لعلاج حالات ما بعد أمراض القلب،
فزي ما قلت لك بنركبهم على البايسيكل، بنخليهم يعملوا اللي هو الجري على الجهاز، ونشوف قد ايه بيستحمل المريض هذا او الشخص اللي عنده تضيق في الشريان التاجي كان يستحمل من الجهد، وبيعطي له النصيحة المناسبة يعني. ممتاز، وهذا بيخلي التشخيص أدق، والواحد يقدر يمارس يعني نوع الرياضة المفيد له، يعني بدل ما نقول له وقفها. لا لا طبعا، احنا اول حاجة بننصح بالمشي. أوكي. نعم. على الاقل 3-4 مرات في الاسبوع. الاشياء الكارديو اللي هي بتحسن القلب، اللي هي مثلا اللي هي الجري الخفيف، الايروبيك. نعم. كويس. السباحة، كل هاي الأشياء كويسة للقلب. طبعا إحنا ما بننصح في اللي هي الأثقال، ويت ليفتنج، اللي هي ممكن تكون تأثيرها سيء على مريض القلب. نعم، فهذه دكتور نقدر نقول خلاصة الاستفسارات اللي ممكن يعني تدور في ذهن الشخص اللي سأل هذا السؤال، فإحنا ننصحه دائما للتوجه إلى الطبيب أولا، خاصة اللي يعانون من أمراض في القلب، لأن هذه يعني ما تعتبر دكتورة مثلا أي مرض آخر. صحيح. فنحن نقول لمستمعنا الكريم مثل ما قالت الدكتورة، هذه بناء على حالة صحية معينة إذا أنت تقدر تمارس الرياضة أو لا. دكتورة إيمان إبراهيم، أخصائي أمراض القلب في مستشفى دبي، شاكرة لك تواجدت اليوم معنا وإجابتك على هذا الاستفسار. شكرا دكتورة إيمان، ويومك أسعد. شكرا، مع السلامة. مع السلامة. وصلنا لنهاية فقرتنا الأولى آمنة، بنطلع فاصل وراجعي لكم، خلكم ويانا. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 6005-5414، وعلى الرسائل النصية 4006. حياكم الله ويانا. طبعا مثل ما تعودنا، الفقرة الثانية في برنامجنا تكون الفقرة التغذوية، واليوم فقرتنا جدا مهمة، وناس كثيرة تهتم بهذا الشيء آمنة، وعندها تساؤلات أكيد كثيرة عنه، وهالشيء معروف بفايدته وأهميته للصحة والجسم كذلك. نعم دكتورة، طبعا مثل ما يقولون يعتبر زيت الزيتون من الزيوت الصحية جدا، لاحتوائه على دهون صحية ومضادات أكسدة، وهو من المواد الغذائية اللي يستخدمها الكثير من الأشخاص كجزء أساسي من نظامهم الغذائي، بسبب طبعا فوائده الصحية المتعددة. صحيح. وبتكون معانا اليوم الأستاذة مريم علي، أخصائية التغذية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، بتحدثنا أكثر عن هذا الموضوع. صباح الخير أستاذة مريم. صباح النور آمنة، وصباح النور دكتورة عائشة، وأسعد الله صباحكم تابعينا. وصباحك أسعد، حياك الله ويانا. الله يحييك. طبعا أستاذة مريم، زيت الزيتون له فوائد كثيرة وكذلك تأثير إيجابي على الصحة، فحابين نتعرف أكثر على مكونات هالمادة اللي هي زيت الزيتون، وشو فوائدها بشكل عام. نعم، مثل ما نعرف أنه زيت الزيتون مذكور في القرآن الكريم. صحيح. بالذات هو الزيت الوحيد اللي خصه من بين جميع الزيوت العالمية اللي موجودة، بسبب يعني قوته العلاجية العالية في العلاج والوقاية من الكثير من المشاكل الصحية والأمراض، وهو من الزيوت المعروفة من آلاف السنين، وكانت موجودة ويستخدمونها في الحضارات السابقة الإغريقية والرومانية والفينيقية، واستخداماتها تكون في الطهي وفي تحضير السلطات، واستخدامات كثيرة خارجية للبشرة بشكل عام. وهو معروف أنه غني بالأحماض، تكوينته أن في أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، هي الكثير من مضادات الأكسدة، وخاصة مركبات البولوفينول، فيه مجموعة من الفيتامينات وخاصة فيتامين إي وفيتامين كي، وفيه بعض المعادن، فيه الأوميجا 3 و 6 و 9، هاي كلها تساعد، هاي المكونات كلها تساعد أن تعطيها فوائد عديدة، وخاصة في دراسات كثيرة أثبتت
وبينت هاي الفوائد. من أهم هاي الفوائد أنه يعتبر زيت الزيتون الأفضل لصحة القلب، يقلل من تراكمات الكوليسترول في الدم، يساعد على خفض، وبالتالي يساعد على خفض مستوى الكوليسترول اللي هو الضار، يسهل من عملية الهضم ويقلل من مشاكل كثير، مشاكل الجهاز الهضمي، يعتبر وقاية ضد بعض أنواع السرطانات وخاصة سرطانات الأمعاء، يقلل من كثير من الالتهابات الموجودة في الجسم، الكثير في الكثير من الفوائد صراحة. أستاذ مريم، طبعا ذكرتي أهمية للقلب وبخصوص الكوليسترول، فحابين مع أنه يعني مثل ما نقول هو تقريبا زيت يعني فيه، فشو فايدته من ناحية القلب يعني كعضو للقلب؟ مثل ما قلنا من خلال تكوينه يحتوي على الأحماض الدهنية الأحادية، نعم، اللي هي الأوليك، هاي اللي فيها مجموعة الأوميغا 3 والسيكس والناين، هاي معروفة سهلة الهضم، نعم، يعني تخلي الكوليسترول يمشي بشكل يوسع من الشرايين ويخلي الكوليسترول يمشي بشكل أسهل. نعم، مع أن سبحان الله يعني يعتبر من الزيوت أو الدهون مثل ما نقول. أستاذ مريم، طبعا أكيد هناك كميات يومية يكون مسموح فيها، يعني نحن ذكرتين أنت أهميته، فحتى لو كان الشيء مهم أو هالعنصر الغذائي مهم ومفيد، ففي يعني مثل ما نقول مقادير معينة أو كميات يومية مسموح فيها، وإذا اتعدى طبعا كان لها أضرار، فحابين نتعرف على شو الكميات اليومية مسموح بها للزيت زيتون. بالضبط، مثل ما نرد ونزيد ونعيد ونقول كل شيء يكون باعتدال، هذا معروف مثل ما ذكرتي دكتورة عاشة أنه زيت، يعني فبما أنه هو زيت معناته فيه سعرات حرارية عالية، كل جرام واحد منه تقريبا يعادل 9 سعرات حرارية الجرام الواحد، فالملعقة الوحدة إذا نحن بنقدرها على 15 جرام ملعقة طعام، فمعناته أن نحن يصير ناخذ 135 سعرة حرارية في الملعقة الواحدة، فالإفراط الزائد فيه ممكن يضر الأشخاص كثيرة، يعني خاصة ممكن يؤدي إلى السمنة. نعم، أكيد، يعني أكيد كثرته ممكن يؤدي إلى السمنة لأن فيه سعرات حرارية عالية. نعم أستاذة مريم، نسمع دائما عن فوائد زيت الزيتون للبشرة والأظافر والشعر، أحسها أكثر شيء الناس تهتم له حاليا، خاصة صحيح. البنات بيودرون كل الفوائد اللي قلتيها تو وبيركزون على اللي بتقولين الحين، فممكن تقولي لنا هل زيت الزيتون فوائد في تعزيز صحة البشرة والأظافر والشعر؟ أكيد أكيد، هو يعتبر مغذي ممتاز للوجه والبشرة والشعر والأظافر وفروة الرأس وكله، يعني يساعد على تقوية بصيلات. حلوة هالمعلومة، فروة الرأس، ليش إحنا نعتقد أنه لازم نحطه في أطراف الشعر أو لا، يعني لازم من فروة الرأس؟ فروة الرأس لأن في ناس تعاني من الجفاف، صحيح، جفاف الفروة نفسها. طبعا في ناس، ممكن الناس اللي شعرهم دهني ما ننصح ان يستعملونه على فروة الرأس، يفضل التقليل من الزيوت بشكل عام اللي عندهم هاي الفروة تكون دهنية زيادة عن اللزوم، ولكن الأغلبية عندهم الفروة تكون عادية وجافة، هذه الأفضل انه يبتدون في فروة الرأس وعلى الشعر ككل، يحسن من صحة الشعر ويرطبها ويلمعها، وكذلك يحسن من صحة البشرة الأظافر كذلك، صحيح، يطريها ويلمعها، والأهم الأهم أنه يقلل من علامات الشيخوخة، وهذا جدا مهم كذلك. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل ويانا في البرنامج 6005-5414 وعلى الرسائل النصية 4006. في هذه الفقرة، فقرتنا التقدوية، نتحدث عن فوائد زيت الزيتون. أستاذ مريم، وردنا سؤال من أبو محمد يسأل بخصوص زيت الزيتون، هل يجب استخدامه بطريقة يعني أن يضاف للطبخ بقلية؟
يعني نقدر نستخدمه بهالطريقة، أو يفضل استخدامه كجزء من الأكل ويكون بارد؟ نعم، زيت الزيتون معروف أنه أفضل استخداماته أنه يستخدم بشكله الخام، حتى في التصنيع ما يدخل، المفروض أنه ما يتعرض لدرجات حرارة عالية. إذا لابد أن نحن نستخدمه في بعض أنواع الطبخ البسيط، بحيث أنه ما يوصل لدرجة القلي العالي، يعني أكثر من 180 درجة حرارة. نعم، يعني يكون مسموح، لأن بس ما نرفع درجة الحرارة بحيث أن يوصل لدرجات حرارة كبيرة، يعني إذا استخدمناه في القلي أو في استخدام في الطبخ مثلا. بالضبط. عندي نقاط مهمة إذا تسمحوا لي، إذا في وقت ممكن نتكلم عنها. نعم. ممكن تفيد المتابعين، اللي هي بعض النصائح اللي يجب اتخاذها قبل شراء أي زيت زيتون. ممتاز. مثل ما نعرف أن في هناك الكثير من الغش التجاري في التصنيع والبيع، وخاصة زيت الزيتون. صحيح. فنحاول دائما يوم بنسير بناخذ الناس اللي تشتري الزيت من الجمعيات أو المحلات، يفضل أنه لازم نقرأ البطاقة الغذائية مثل ما هو معروف، ونشوف بعض الكلمات اللي هي تكون مسجلة ومعروفة أنها هي ستاندر عالمي، اللي هو إذا كان كزيت زيتون يفضل أنه يكون زيت زيتون بكر ممتاز، اللي هو إكسترا فيرجن أوليف أويل. نعم أستاذة مريم، غالبا على كل العبوات تلقين هالكلام. أنا من الناس اللي الصراحة تصل فمي الله يخليك تقولي لي شو اسمه اللي تشترينه، خاصة أول أيام يمكن تشتري أغراض حق البيت، يعني ما شاء الله الأنواع، خاصة إذا صرتي يعني الأماكن الكبيرة تحسين إن تحتارين، فالمعلومة اللي تذكرينها أكيد يعني معلومة مهمة. قلتي لنا أول شيء دكتورة لازم نركز على أنه يكون مكتوب على الزيت زيتون بكر ممتاز، صحيح؟ نعم الأفضل، وإذا كان أورجانيك بعد يكون أفضل، وأفضل أساس يكون نكون مبتعدين عن أي مواد كيماوية أو تم استخدام مبيدات مثلا حشرية أو سماد عضوي، هاي الأمور يعني نطمن شوي أنه الزيت هذا عضوي أو إكسترا فيرجن أوليف أويل. نبتعد عن الكلمات اللي مسجل عليها مثلا لايت بيور، إذا كان مكتوب بس أوليف أويل، وإذا كان مسجل أوليف بوميز، اللي هو الزيت اللي تم تصنيعه من بواقي اللي تم تصنيعها من الزيوت الأصلية. بس أستاذ مريم متعدين اسم آخر واحد ذكرتي، أوليف أوليف بوميز. أوليف بوميز أوكي، P-O-M-A-C-E. العلبة لازم تكون بعد، كل ما كانت العلبة غامجة كل ما كان أفضل، لأنه معروف الزيت هذا حساس للضوء وللحرارة. نعم نعم، ذكرتي أستاذة مريم معلومات جدا مهمة في فيما يخص الزيت زيتون، في اختياره بالضبط، خاصة دكتورة درجات الحرارة العالية. صحيح. لأن نحن عادة هنا نستبدل الزيت العادي بزيت صحيح. زيتون، بس ما ننتبه للحرارة. وصلنا نفس السؤال، يعني سؤال اللي هي شهادة الجودة، بعد جدا معروفة أن على العلبة إذا نحصل شهادة الجودة فيه يسجلون فيها الويب سايت، ممكن نحن ندخل ونشوف طريقة التصنيع هاي المادة كيف تمت. أستاذ مريم، وردنا كذلك سؤال آخر، هل زيت الزيتون مقلي مفيد، يعني فرضا إذا طبخنا فيه البيض، ولا تروح فعاليته أو فاعليته؟ مثل ما قلنا يعني درجات الحرارة العالية تأثر في نوعية الزيت، حتى لو كانت درجة حرارة، يعني أنت إذا بتستخدمينه كزيت خام بدون أي تعريض لدرجة حرارة، الأفضل والأفضل طبعا. صحيح. دكتورة فهمت على المستمع، يمكن دكتورة عاشة بعد تكونين معاي في نفس المحور، هي تقصد حين نحن بنطبخ البيض بدل ما نستخدم الزيت العادي زيت زيتون، فهذا يتعرض لحرارة عالية، فإحنا نقول دكتورة نقدر نستبدله بالزبدة مثلا، سبراي الزبدة بدال يعني الزيت، إذا زيت ما نقدر نعرضه لحرارة عالية. نعم ما يمنع،
ما يمنع، حتى لو كان زيت زيتون، بس حتى لو كان أي زيت ثاني، أي زيت أي زيت بتستعملينه للقلي لازم خاصيته بتتغير. صحيح. نعم. أي زيت نقول يعني حتى لو زيت زيتون. وخاصة إذا طبخنا بزيت زيتون يمكن لاحظ لونه يتغير كذلك إذا تعرض لدرجات حرارة عالية، يعني يتغير لون. عن تجربة أنا شفتي يتغير لونه تماما، فحتى يغير لك طعم الأكل اللي أنت تستخدمينه فيه، يعني يكون طعم الأكل متغير. ففي ناس ما بتتقبل طعم الأكل، ثاني شيء يتغير نوع الزيت كذلك، يعني يوصل لدرجات احتراق في درجات حرارة قليلة جدا. نعم. فنحن نقول دكتورة فما يمنع. نعم. فما يمنع يعني إذا بستخدم زيت الزيتون في القلي مثل ما قلتي أنت، إذا بستخدم يعني أبدل الزبدة ولا هذا عادي يعني. أستاذة مريم، كذلك في ناس تشرب زيت الزيتون على الريق، فهل له فوائد كما نسمع يعني دائما بهاي المعلومة؟ نعم، بالنسبة لزيت الزيتون إذا الشخص يقدر يأخذه على الريج يأخذه، بس ما في وايد دراسات قوية على أنه المفروض يأخذه على الريج. نعم. بس هو على الريج هو زين له أنه يسهل من عمليات الهضم في الغالب. نعم. كزيت يعني، بس ما يمنع إذا نحن بناخذه. في ناس ما تتقبل تأخذ الزيت كزيت وتشربه شيء، يعني لازم يضاف على السلطات، يضاف على، فما يمنع ممكن نأخذه بأي طريقة من الطرق. صحيح. أستاذ مريم، طبعا الموضوع الحلقة اليوم اللي هي فوائد زيت الزيتون جدا متشعب، وجدا يعني فيه يمكن فوائد كثيرة ما طرقنا لها كذلك في حلقتنا اليوم، بس أهم شيء ركزنا على الأشياء المهمة، ونشكرك أنك ذكرتي كيفية اختيار النوع الممتاز من زيت الزيتون. أستاذ مريم علي، اختصاصية التقضية العلاجية بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. مستمعينا طالعين فاصل وراجعين لكم بعد الفاصل. صحة وسعادة، رجعنا لكم أعزائي المستمعين مع برنامجكم الإذاعي اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع إذاعة نور دبي، مستكملين معاكم فقرات برنامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل معنا واللي هي 600-551414، وللرسائل النصية القصيرة 4006. مواضيعنا دكتورة دائما متنوعة ومختلفة. موضوعنا لليوم موضوع جدا مهم، نتكلم عن الصرع والتشنج، وهو من الأمراض اللي يعاني منها العديد من الناس، وهو اضطراب في الجهاز العصبي المركزي، ومن الأمراض اللي تتطلب المتابعة الطبية والرعاية الصحية لتفادي مضاعفاتها السلبية. وللحديث عن هذا الموضوع بيكون معنا اليوم الدكتور محمد باكر، أخصائي أمراض الأعصاب للأطفال بمستشفى الجليل التخصصي. صباح الخير دكتور. أهلا وسهلا، صباح النور، شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة. أهلا فيك، حياك الله ويانا دكتور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم دكتور. طبعا موضوع الصرع والتشنج وخاصة عند الأطفال يعني من المواضيع المغلقة يمكن لمعظم أولياء الأمور أو الأهالي كذلك، فحابين نتعرف أكثر عن أسباب الصرع بشكل عام. نعم فعلا، في الحقيقة يعني زي ما انت تفضلتي وذكرتي أختي العزيزة انه هو واحد من المواضيع المهمة جدا، وصراحة يعني مرض الصرع يعني حتى على مستوى عالمي، لكن أن تتخيلي انه في اكثر من 50 مليون شخص مصاب بمرض الصرع على مستوى العالم، ولأسباب او اخرى هو اكثر يعني في الأطفال. نعم. وأجين وبرضو لك تتخيلي أنه مثلا إذا في مدرسة مثلا فيها 1000 طالب، من هؤلاء 1000 طالب يكون في حوالي تقريبا 8 إلى 10 أطفال مصابين بمرض الصرع، فهي فعلا مشكلة، ويعني من أكثر الحالات التي ترد إلينا في عيادات المخ والأعصاب عند الأطفال. إذا حبينا نتحدث عن أسباب الصرع بشكل عام، خلينا نقسم مرض الصرع إلى نوعين أساسيين. نعم. من ناحية سببية، النوع الأول هو النوع الشائع اللي هو ما بيكون في سبب واضح لمرض الصرع،
بالرغم من يعني عدة يعني العديد من الفحوصات اللي بنعملها، سواء كانت يعني صور أو رنين مغناطيسي أو فحوصات أو خلافه، وهو ده النوع الأكثر شيوعا. وفي النوع الثاني بنسميه مرض الصرع الثانوي، بمعنى أنه أعراض الصرع ومرض الصرع هو جزء من مجموعة أعراض لمرض أو لاضطراب يصيب المخ والدماغ. ويعني لو عاوزين نتكلم عن مرض الصرع الثانوي بنشوفه أكثر مثلا في الأطفال اللي يتعرضوا مثلا في أثناء الولادة إلى نقص في الأكسجين أو التروية الدموية أدت لتلف في خلايا الدماغ، و يعني بعد ذاك الأطفال بيكون عندهم مشاكل أخرى، صعوبات في الحركة، تأخر في النمو، بالإضافة لتشنجات أو الصرع. في برضو حاجة برضو لو تسمحي لي أختي الكريمة، إنه يعني نتحدث عن فرق ما بين التشنجات أو الاختلاجات والصرع، لأنه هذه نقطة مهمة جدا. صحيح. يعني مرض الصرع هو يتميز بأنه الطفل أو الشخص المصاب بيجيه تشنجات متكررة. صحيح. لكن يجب التفريق ما بين الأنواع المختلفة من التشنجات، واللي حنتكلم عنها يمكن لاحقا. لكن في تشنجات ما عندها علاقة بالصرع، مثلا التشنجات الحرارية، واللي هي دي برضو بنشوفها كثير جدا في الأطفال عادة، يعني أقل من عمر 5 أو 6 سنوات، اللي بيجيهم مثلا التهابات أو ارتفاع في درجة الحرارة أو حميات، وكجزء من المرض بتاعهم ممكن تحصل لهم تشنجات حرارية. هذه ليست صرع. أو مثلا في الأشخاص اللي مثلا وقال الله إياكم، اللي مثلا أصيب جاتوا مثلا إصابات بالغة في الرأس نتيجة لحوادث سيارات أو كذا، وصارت عندهم تشنجات، فهذه برضو هي ما صرع. فالصرع من ناحية تعريفية احنا بنعرفه بأنه هي تشنجات متكررة أكثر من مرتين، ويكون ما في سبب واضح بالنسبة لها. نعم. طبعا دكتور، أي مرض تكون فيه أعراض تمنع أن على هذا المرض، فحابين نتعرف أكثر على أعراض المرض في الصرع. أنت ذكرت لنا التشنجات وكيف نفرق فيها، سواء في الصرع وسواء بالأمراض الأخرى، فحابين نتعرف على أعراض ثانية كذلك في الصرع. نعم أيوة، ده سؤال مهم جدا الحقيقة، لأنه برضو لو رجعت لك للتعريف لمرض الصرع، هو يعني الصرع بيحدث نتيجة لاضطراب في كهربية المخ. احنا بنعرف انه خلايا المخ تتواصل فيما بينها، بينها هي بتفرز خلينا نقول تيارات كهربائية، لكن بقدر معلوم جدا، على اساس انه يعني الشخص يقدر يتكلم، يتحرك، يتفاعل، ويكون مدرك بالبيئة المحيطة حوالينه. في حالة حدوث نوبة التشنجات بيحصل اختلال وبيحصل زيادة في هذه الكهربية. وهذه بتتمظهر في مظاهر مختلفة، بتعتمد لحد كبير على إنه نوع التشنجات أو نوع النوبة نفسها أو نوع الاضطراب في الخلق في الشحنات الكهربائية. إذا جاية من موضع محدد في المخ بنسميها تشنجات بؤرية، وبيعتمد على إنه وظيفة الجزء من المخ هذا اللي بتطلع منه الشحنات الكهربائية بتتمظهر في شكل الأعراض. يعني مثلا إذا كان هذا الجزء من المخ مختص بحركة اليد اليمين مثلا، بيلاحظ إنه في حالة عند حدوث النوبة يحصل حركة زايدة أو تيبس مثلا في اليد اليمين مثلا. لكن في المقابل إذا كانت إذا كان كل المخ وفي وقت واحد بتزيد الكهرباء بتاعته، بيحصل يعني اضطراب الكهربية بتاعته، دي بتتمظهر في شكل نوبة صرع كاملة أو نوبة عامة زي ما بنسميها، اللي هو هنا الشخص قد يطيح على الأرض ويفقد الوعي، ويكون في حركات وارتعاش في الأطراف، وغالبا بتكون مصاحبة بفقدان في الوعي. قد تستمر من ثواني إلى دقائق، وفي أحيان نادرة قد تستمر لفترات أطول من كده. نعم.
إضافة إلى التشنجات دكتور، في أعراض ثانية كذلك للصرع؟ هو يعني سبحان الله مرض الصرع يعني ما بين النوبة والنوبة الشخص غالبا بيكون طبيعي، يعني حتى انت يمكن قد ما تنتبه لانه هذا الشخص مثلا مصاب بمرض الصرع، فهو اهم حاجه فيه هو مساله النوبات المتكرره، وما بين النوبه والنوبه زي ما ذكرت لك الشخص بيكون تقريبا يعني بيكون سليم وعادي. لكن احنا بنعرف من خبرتنا انه امراض الصرع قد تكون مرتبطه بمشاكل اخرى، يعني مثلا في حالة مرض الصرع الثانوي اللي ذكرته لك سابقا قد تكون في مشاكل أخرى، يعني مثلا بالذات الأطفال قد يكون عندهم تأخر في النمو، مثلا مشاكل في الحركة، عدم اتزان في الحركة، قد تكون عندهم أعراض مصاحبة مثلا نفسية، مثلا مثل يعني اضطرابات سلوكية، مسائل مثلا القلق، في أحيان نادرة مثلا ممكن يكون مرتبطة بأمراض أخرى مثلا زي التوحد وخلافه. لكن مرض الصرع تحديدا يعني بين النوبة والنوبة زي ما ذكرت لك الشخص بيكون يعني تقريبا سليم. يعني نذكر برقم التواصل آمنة 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. مستمعينا نتكلم في فقرتنا في هذه الفقرة عن الصرع والتشنج، ويانا الدكتور محمد بابكر أخصائي أمراض الأعصاب في الأطفال بمستشفى الجليلة التخصصي. الدكتور محمد، يانا سؤال يطرح بخصوص الأجهزة الإلكترونية، هل لها علاقة بالصرع وهل أنها تزيد نوبات الصرع وخاصة عند الأطفال؟ في الحقيقة ده سؤال مهم جدا جدا، وأنا أشكر السائل على هذا السؤال لأنه من أكثر الأسئلة اللي بترد إلينا في عياداتنا. يعني صراحة ما في أي علاقة ما بين الأجهزة الكهربائية بشكل مباشر بينه وبين أمراض الصرع، لأنه أي نعم هو مرض الصرع أو التشنجات عندها علاقة باختلال في كهربية المخ، لكن احنا بنتحدث عن انواع مختلفه جدا عن من الكهربيه. فحتى الان ما في اي دليل علمي او في اي ابحاث علميه يعني تشير الى انه في اي خطوره من هذه الاجهزه الكهربائيه. لكن طبعا يعني برضو واحدة من النصائح اللي احنا بننصحها للأهل ولأولياء الأمور بشكل عام انه نحاول نقلل من تعرض الأطفال للأجهزة الكهربائية، لأنه مرتبطة طبعا بمشاكل نفسية، مرتبطة بمشاكل أخرى مثل الصداع وعدم التركيز وخلافه. لكن تحديدا مع مرض الصرع يعني ما في أي علاقة مباشرة وما في أي دليل علمي يعني يثبت هذا التخوف. يعني نلاحظ القلق من أولياء الأمور خاصة للأطفال اللي عندهم الصرع بالنسبة للألعاب الإلكترونية أو حتى الأجهزة الإلكترونية، وخاصة الألعاب دكتور اللي يكون فيها طريقة العنف أو طريقة معينة للعنف في الألعاب الإلكترونية هذه. صحيح صحيح، فيتخوفون أكثر. نعم. لكن بس لو سمحتي لي بس يعني بس في جزئية بسيطة أنا أوضحها، إنه تقريبا يعني حوالي 5% من الأمراض بتاعت الصرع أو التشنجات فيها قد تكون قد تهيج أو قد يعني تحدث نتيجة للتعرض ل يعني إضاءة متقطعة، لكن دي نسبة قليلة جدا جدا 5% من الأطفال. ونحن نقدر نعرف إنه هدول الأطفال لما يجونا ونعمل لهم التخطيط بتاع الدماغ بنقدر نميز إنه مين الطفل اللي ممكن يكون عنده حساسية من الإضاءة المتقطعة اللي هي زي ما تفضلتي وذكرتي مثلا في الألعاب الإلكترونية أو حتى مثلا في جهاز التلفزيون أو كذا، وبنعطي نصائح للأهل إنهم يحاولوا يتجنبوا المسائل هذه يعني. لكن دي نسبة بسيطة جدا زي ما ذكرت لك، أقل من 5% من الحالات اللي بنشوفها. نعم. كذلك دكتور يعني راودني في ذهني سؤال، إنه مرة من المرات واجهت يعني حالة صرع يعني حوالي في مكان ما، فنحن يعني كان ممكن إن هذا الشخص يصاب إصابة
بليغه في راسه، لان يعني كان المكان يعني عباره عن طاولات وكذا، فانا يراودني في ذهني اذا الاشخاص لديهم طفل مصاب بالصرع في المنزل، هل دكتور يحاسبون على مكانهم هذا البيت هذا يعد بطريقه تناسب هذا الطفل اذا لا سمح الله يتله هذه النوبه، ما يصاب في راسه، ما يتعرض لمشاكل اخطر من اللي اصلا هو موجود فيها؟ صح، تماما. هذه برضو أفتكر نقطة مهمة جدا، وياريت يعني الرسالة تصل من المنبر هنا لكل الأهل اللي بيستمعوا إلينا، إنه في حالة حدوث نوبة التشنج، يعني زي ما تفضلتي وذكرتي، الأولوية إنه سلامة هذا الطفل أو سلامة هذا الشخص. وأول حاجة يعني في حالة التدريب، عفوا دكتور على ذلك، لأن أتذكر في هذا الموقف طلع الشخص فجأة ما أعرف من وين، هالشخص تصرف تصرف حكيم، يعني كان ممكن أن هذا الشخص يعني دايركت حط إيده تحت رأس الشخص اللي يعني كان في حالة التشنج، وضع شيء في فمه، يعني ما شاء الله عليه كان رده سرعة بديهة، مع أني أنا كنت الشخص اللي مع هذا الشخص، فما قدرت أني أنا أسوي أي شيء، لأن أول مرة أشوف صراحة يعني حالة يعني يعني بالضبط، وأصلا ما كنت أعرف أن صرع، ولا عندي فكرة عن الموضوع، لكن هو كان سرعة البديهة عنده ما شاء الله عليه ودايركت اتفادى الموضوع. فإحنا دكتور حتى أنتوا تأهلون الأهالي لهذه المواضيع، أن كيف يخلي البيت حوالينا مكان آمن للطفل، كيف إذا الطفل هذا تشنج ممكن أنه يساعد أنه يخرج الطفل. وسامحنا بعد دكتور الوقت عندنا جدا قصير، عندنا يمكن 3 دقائق. لا صحيح فعلا، هو انت ما شاء الله عليك انت اوريدي قلتي كل الاشياء اللي انا كنت عاوزه يعني احب اقولها، انه يعني اهم شيء انه احنا نضل مع الشخص اللي بتجيه الحاله بتاعت الصرع او حاله التشنجات، و يعني مفروض انه نبعد هذا الشخص من اي مصدر الخطوره، سواء كان مثلا في اسطح صلبه او مثلا قريب من مصدر للنار، مثلا اذا كانوا في المطبخ مثلا وكذا. ويجب انه الشخص يكون يعني نحاول يعني نستلقي هذا الشخص على شقه الايمن والايسر، على اساس انه اذا مثلا يعني ما يختنق ما يحصل اختناق. وأهم حاجة أختي الكريمة إنه ننتبه للوقت، يعني مثلا في الوقت اللي بدت فيه التشنجات، إذا في شخص مثلا ابتدى يحسب الوقت، لأنه هذه مهمة جدا، لأنه بعد 5 دقائق يعني هالشخص سوى هالشيء على فكرة بعد حسب الوقت، يمكن شكله عنده خبرة. بالضبط. وحتى في أدوية نحن مرات بنعطيها للأهل وبندربهم على استخدامها في حالة إنه حدوث هذه النوبات في البيت، وبنعلمهم طريقة إعطائها على أساس إنه نوقف التشنجات من إنها هي تحصل. وفي حاجة مهمة جدا، إنه يجب مراقبة التنفس بتاع الشخص في أثناء هذه النوبات، لأنه إذا لا سمح الله يعني حصلت مشاكل في التنفس أو الشخص اختنق، في هذه الحالة يجب إنه يعني الشخص المصاب يسعف يعني في أسرع وقت ممكن. وطبعا إحنا الآن الحمد لله يعني موجودين في دبي، وخدمة الإسعاف عندنا من الخدمات الممتازة جدا. وبرضو واحدة من الأشياء اللي نحن مفروض يعني دائما بنوصي الأهل، إنه إذا أنت ما عرفت تتصرف بس اتصل على الإسعاف، خليك جنب الطفل، خليهم على شقه الأيمن والأيسر، حاول إنه ما تمسك الشخص، لأنه هما طبعا مرات النوبات بتكون عنيفة جدا، فنحاول إنه مثلا ما نمسك الشخص أو نقيده لحد ما تصل لحد ما يصل الإسعاف ويقومون يعني بالشيء المطلوب يعني من ناحية إسعافية. دكتور في سؤال بس الوقت داهمنا، عندنا دقيقة واحدة فقط، بخصوص الأصوات العالية أو كذلك الإضاءة العالية، هل هي تسبب أن الواحد يتعرض كذلك لنوبات الصرع؟ لا، هو غالبا لا، ما لم انه هو يكون مثلا الشخص عنده مرض بتاع صرع ثانوي، ويكون مثلا في اصابه في المخ بتخليه يكون مثلا اكثر عرضه لانه هو يعني يعني يتأثر فعلا. بالضبط. دكتور محمد بابكر، اخصائي امراض اعصاب الاطفال بمستشفى الجليل التخصصي، شكرا لك. الله يسلمكم وشكرا جزيلا على الفرصة السعيدة. شكرا لك دكتور.
مستمعينا، كانت هذه فقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم، وتكلمنا عن الصرع والتشنج عند الأطفال. آمنة، ما شاء الله الوقت مر بسرعة، ومواضيعنا كانت اليوم كالعادة شيقة ومفيدة للجميع. طبعا على نهاية حلقتنا لليوم أشكر فريق العمل في البرنامج، فريق الإعداد فريق هيئة الصحة في دبي، في التنسيق إسراء الهاشمي، وفي الإخراج نمر محمد. شكرا لكم جميعا. ومشاركتني الحلقة اليوم آمنة آل علي، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. إن شاء الله نلقاكم باكر وبصحة وسعادة. صحة وسعادة.